السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا متابعين القناة. اليوم عندنا حلقة جديدة، عندنا كلب بيتبول صغير وايت عمره تقريبا شهرين، حنبدأ نعلمه وندربه على جميع الأوامر اللي كنا معتادين عليها. نعلمه اسمه، طبعا أنا سميته ماكس. هنعلمه كيف ستي وست وداون، هنعلمه جميع الأوامر. طبعا هذا عمره شهرين، أغلب الناس اللي بتقول لي إنه هو 3 شهور، هو الأفضل إنه يكون 3 شهور يتدرب الكلب الأفضل، لكن إحنا هذا عمره شهرين هنبدأ نجرب معاه، لأن أنا شايفه هو ذكي وبيتحرك كثير وبيلعب. إحنا هنبدأ أول أمر معاه اللي هو أنا قاعد الآن أعلمه بالعشوائي، يعني مثلا دحين هو قاعد في الجهة الثانية، دحين أنا أبغى أعلمه مثلا اسمه، أحاول أناديه، إذا جاء معايا هبدأ أعلمه أمر ست. أسهل أمر اللي هو ممكن يتعلم الكلاب في الوقت الحالي اللي هو ست داون، الأشياء هذه. ماكس ماكس ماكس، شوفوا أنا بكرر عليه، ما عندي شيء، هو ورا الكاميرا أهو جاني. ماكس أهو جاء، بوي جود بوي، أهو جاني على طول يبغى يلعب. أمر الاسم هذا أمر سهل جدا، هيتعلموا أي كلب، يعني ما في له مشكلة. هي باقي الأوامر اللي هي تكون أحيان صعبة للناس. في حاجة تانية في العمر هذا، هو أول ما تطلع له أسنان يبدأ يعضعض في الأشياء، يبدأ شو اسمه أي حاجة تلاقيه يعضعض فيها عشان أسنانه طالعة، فأنت حاول تجيب له أي حاجة يعضعض فيها، عضاضة، تجيب له مثلا فوطة أو حاجة تمشي عليها تخليه يعضعضها براحته، يعني سيبه براحته يعضعض، لا تخليه إيه، يعني لما تيجي تحطه في مكان لازم تحطه في مكان اعرف انه هو هيعضعض وهيخرب لك الاشياء. طبعا هذا كلب بيتبول لون ابيض. ماكس ماكس ماكس، ست ست، اوبا جود. شوفوا انا قلت له ست، امر ست، تعال هنا عشان يبان في الكاميرا، انا ماني شايف والله انه هو بان. ماكس 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 ماكس، اوبا ست ست نو ست ست ست، اوبا. طبعا ترى على فكره انا قاعد ادرب من غير مكافآت، من غير اي حاجه الان، من غير مكافآت، من غير اي حاجه، توبا. خلينا نمشي شويه كده، يا ساتر. تعال ماكس 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 ماكس، اوبا اوبا اوبا. خلوا بالكم الصغير، الكلب الصغير كل ما تعودوا على التدريب من بدري أحسن، كل ما كان من بدري أحسن، يعني كل ما علمته من بدري هو صغير أحسن لما يكون كبير. يلا خلينا أوديه مكان تاني، جهة تانية وناديه، ما أدري واضح في الكاميرا يا واضح. ماكس ماكس ماكس، ست 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 ست، أيوة شايفين كيف؟ شايفين؟ بكل هدوء بكل هدوء، تعال ماكس ماكس، تعال، اوبا اوبا، ست نو نو، ست ست، اوبا. لاحظ انت بس حط يدك عليه من ورا لانه صغير لسه، حط يدك عليه من ورا كده وخليه يجلس، قول له ست وتقول له الامر ست ست، بعد كده هيتعلم معك هيتعلم معك. شوفوا الكلب الصغير هذا في العمر هذا، أنا أعمل معاه حلقات متتالية، أعلمه سد، أعلمه يسلم بيده وداون وستي، أعلمه جميع الأوامر، سهل يتعلم بسرعة هو صغير، أسهل. شوفوا فين ما أروح بيجي ورايا، فين ما أروح بيجي ورايا، ليه؟ لأني أنا طول الوقت سايبه، يعني طول اليوم هو برا، ما يجلس في البيت، طول الوقت هو برا،
فعشان كده دحين هو معايا، فين ما اروح بيمشي معايا، لان هذا الكلب بعلمه انه يمشي من غير خناقه من غير حاجه. طبعا احنا هنا في البرازيل ممكن تدخل بالكلب في المول في اي مكان ما حد يقول لك لا، فانا ابغى اعلمه هذا انه هو يمشي على طول من غير خناقه يكون معانا، يعني كل مكان من غير طوق ولا اي حاجه. فعشان كده طول اليوم انا سايبه في الشارع، يخرج يروح يجي يتحرك، عشان الان اهو طول ما انا مشيت في اي مكان جا ورايا. ماكس 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 ماكس، طبعا هذه اول حلقه تدريب له. ست ست ماكس ست، شوف ست ست، اوبا جود. لاحظوا هذه اول حلقه لي معه، اول حلقه لي مع هذا. فعشان كده الكلب الصغير في التدريب حلو واسرع واسهل. ماكس انا بحاول اعلمه الاوامر من غير مكافآت، لين يبدا يوقف معايا في بعض الاوامر هبدا اعلمه على المكافآت، اعلمه انه هو ما يتحرك من جنبي طول الوقت معايا. سامعوني على الانقطاع على القناة، وان شاء الله في حلقة بكرة بإذن الله تعالى هنبدأ نعلم ماكس أوامر جدية، سيت وداون، ونوريكم جارو في بيتبول عمر شهرين تقريبا، حتى والله ما كمل شهرين، كيف ينفذ الأوامر بكل سهولة. فلا تنسوا الاشتراك الاشتراك والاشتراك، وتفعلوا زر الجرس، وتابعوا الشورتات. انا بصور في الشورت يوتيوب شورت، بصور فيديوهات كثيره كل يوم لانواع وسلالات كلاب جديده ما هي موجوده في دولنا العربيه. ومع السلامه.